بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا في كل مكان أينما كنتم نجدد لكم التحية من عاصمة الميادين مع هذه الانطلاقات الجميلة في هذه البطولة القالية الثالثة بطولة هج الرياسة والأداء الجميل المميز مشاهدينا في كل مكان. الآن الانطلاقة السادسة والقعدان المهجنات الأصايل الانطلاق وكما نراه على شاشة أبو ظبي الرياضية ولمسات المخرج الهواري ظاهرة من خلال هذا النقل الحي والمباشر. الآن مشاهدينا نلحق بمقدمة الشوط ونوافيكم بهذه الانطلاقة التي نتابعها من خلال هذه الشاشة، شاشة أبو ظبي الرياضية لكافة أنحاء المعمورة. الآن مشاهدينا في كل مكان نوصل مقدمة الشوط ونرى هناك الصدارة والمقدمة شاهين، وشاهين تعود ملكية للسيد سعيد بن سهيل بن حميد الدرعي. من يتقدم القادم من ميدان القوع يتقدم من البداية بهذا الأداء الجميل. المركز الثاني وصول قدوم تقدم آخر، هذا هو مشاهدينا أمامكم على الشاشة. مشاهدينا زعفران، وزعفران ينطلق لعويضة بن محمد بن حسن الكريبي يتقدم بالمركز الثاني. نقلتنا القادمة وهناك وصول بدوم من قبل مشاهدينا، هناك مناور بدأ بالمناورات من البداية، بدأ بالاندفاع في المناطق الخلفية، مناور وتعود ملكية مناور مشاهدينا للسيد خليفة بن سالم بن علي المنصوري. النقل القادمة والمركز الرابع، المركز الرابع هناك رياض لسهيل ابو العرج بن حمد ابو رميل العامري يتقدم مشاهدينا في المركز الرابع. النقل الخامس والخامس مشاهدينا من الجانب الاخر، الدخول من قبل العاصي للسيد عفاس بن صالح الكريبي المري من الجانب الاخر، الكريبي يتقدم بقوة. النقل في المركز السادس والنقلة السادسة هناك دخول من قبل مشاهد الأعزاء رياض المبارك بن راشد من ثلاب الهاجري، وصل بدورة وانتقل إلى المركز الثامن، المركز التاسع المركز الثامن. هناك المتحد لعيسى بن راشد الظاهري وصل بدوره في المركز التاسع والمركز العاشر. العاشر مشاهدينا الفائز الفارس الذي وصل ليحيى بن شاهين بن خلفان المزروعي ابن الصكار وصل، ولكن خلونا نعود، خلونا ننتقل مع المقدمة مرة أخرى. الله الشوط يوفه من البداية مولع، الشوط غالي، وهنا عاصمة الميادين، عاصمة الميادين هنا تحتفل، وعاصمة المهرجانات والبطولات وكل شيء في الوزبة غير، وكل شيء بالفعل غير. نعود للمقدمة، نعود للصدارة، نعود للمركز الأول. قدمنا بمية، خلنا نتابع ونشوف شاهين، وشاهين اللي متمسك من البداية بالمقدمة. شاهين لسهيل سعيد بن سهيل بن حميد الدرعي، الله يا الدرعي بالفعل من البداية هو مسيطر وعينه على الناموس وعينه على الفوز، ولكن المراقبات. ونشوف هناك اللي قادم في المركز الثاني مناور، بدأ بالمناورة وسهيل سعيد أيضا اللي وصل مشاهد الأعزاء خليفة بن سالم بن علي المنصوري، ولكن شوف هذا اللي قادم الكريبي وصل، الله يا عفاس، عفاس بن صالح الكريبي المري بدأ يوصل في المركز الثالث. والنقل القادم
خادمة ومن وصل. أشوف الشوط بدأ ينطفئ، أشوف الشوط الحر الحر لعلي بن عبيد بن سعيد الخاطري، خاطر في نقطة في الوثبة، خاطر الخاطري في نقطة يسجل هنا في صحفات اتحاد صباغات الهجر. الله، الكل يبحث عنها، الكل يبحث عن نقطة في الوثبة غير، والمركز الخامس وصول قدوم تقدم من قبل زعفران وعويضة بن محمد بن حسن بن عبد الله الكريبي، وصل أيضا مشاهد الأعزاء أو الكربي، وهنا قدوم آخر في المركز السادس. بدت القاعدين تقرب وبدت القاعدين. الله، رياض رياض مشاهدينا، يا رياض يا رياض يا رياض، ما شاء الله وتبارك الرحمن، بدأ يغلى مبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري، وغدوم آخر وانطلاق آخر مشاهدينا. نشوان علي بن حبروت بن سلطان الاكتبي وصل، ولا عنده أيضا مقدرة يقرب، رام طيل أيضا وصل، سالم بن مطر بن حاذة والوصل أيضا. الله، على الشعارات اللي بيقرب حيدة يا ربع يقرب، المسافة قربت المسافة قربت، واللي وصل وين؟ خلونا نعود. الله، على الشوط الشوط مع الحر وعلي بن عبيد بن سعيد الخاطري، والخاطري أيضا خاطر في نقطة من الوثبة. الله، والكريب وصلك يا الخاطر، عفاس وصل، عفاس 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 الشوط فوق تحت. الله يا عفاس، عفاس الكريبي اللي في المركز الثاني، واللي وصل مين؟ اللي قادم مين؟ الله، ركز على الهواري، الهواري. الله 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 الله، شوف شوف الدخول، شوف الدخول، شوف مبارك بن راشد والكيلومتر الاخير. الله، اللي بيروح روح. الله، ها شوف 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 شوف. الله، على الشوط، الله على الشوط، اللي وصل من الجانب الاخر. الحذر، حمد حمد بن حمد، حمد بن حمد بن بيات، بن بيات الرميثي وصل بقوه. الله الله، شوف المقدمه وشوف المركز الاول. نشوان، نشوان غير، نشوان غير من الجانب الدوني ووصل شعار هناك بن حاذة من الناحيه الاخرى، والمركز الاول نشوان لعلي بن حبروت بن سلطان الكتبي بالرقم 32 والرقم 44. هناك شعار بن حاذة، خلونا نشوف اسمه. الله، يا بن حاذة هملول، نايف يا نايف، يا بن سالم، يا بن مطر، يا بن حاذة يا الكتبي. الله، يا رام طيل على الشوط. الله، شوف الرابع، شوف الثالث وصل. الله، على الشوط، الله على الشوط. الله، شوف شوف الوصل، شوف اللي وصل، الفارس وصل، يحيى بن شاهين بن خلفان ابن الصقار. يا بن شاهين، يا بن شاهين، يا بن شاهين، الشوط يسير والشوط يسير. تهانينا تهانينا لراعي المركز الاول، ولك التحية يا يحيى، يا بن شاهين، يا بن خلفان، يا المزروعي، يا ابن الصقار، لك التحية على الفوز في هذا الشوط. تهانينا لابن شاهين. المركز الثاني نايف بن سالم بن حاذ الكتبي، والمركز الثالث اللي فاجأنا في اللحظات الأخيرة، شعار الفيلسوف وصل في اللحظات الأخيرة مدلل لمحمد بن أحمد بن مايد الخيلي. والمركز الرابع، المركز الرابع مشاهدينا من وصل نشوان لعلي بن حبرود بن سلطان الكتبي، والمركز الخامس اللي هو الأسد لسلمان بن محمد بن سليمان الجبرين. هذه النتيجة والعودة إلى الإعادة والحركة البطيئة، والمخرج الهواري وساعات الوصول. هنا كان أيضا شعار نايف، ولكن عندما وصل أيضا شعار شاهين. هذا هو ساعات وصول. تهانينا هذا الفوز هملول، مبارك مبارك بن راشد. تسعة دقائق 28 4 من الثانية. تهانينا مشاهدي الأعزاء، تهانينا للفارس يحيى بن شاهين من خلفان المزروعي، تهانينا من الأعماق. المركز الثاني، المركز الثاني أيضا 9 دقائق 29 4 من الثانية. نهني راي هملون، نايف بن سالم بن حاذر الكتبي. أما المركز الثالث، من وصل المركز الثالث شعار 9 دقائق 29 9 دقائق وستة أجزاء من الثانية، مدلل لمحمد بن أحمد بن مطر الكيلي والناموس الجميع.